السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، والحقيقة سعيد بتواجدي اليوم بينكم لطرح هذا الموضوع الهام لكل طالب وطالبة ولكل باحث عن فرصة عمل: مهارات كتابة السيرة الذاتية. أعرفكم بنفسي، محمد الويش، مدرب دولي معتمد، مشارك من البورد الدولي للمدربين المعتمدين، درس طبعا في الجامعة في كلية علوم هندسة الحاسب الآلي، ومدير إدارة العمل التطوعي في الجامعة. سنتجاوز يعني كثير من المحتوى، لأنه الحقيقة هو طرح تعريفي وليس دورة تدريبية، لأننا في الدورة التدريبية عادة نطرح موضوع التعارف ونضع الميثاق التدريبي للدورة. لن نتمكن حقيقة من طرح كثير من الأنشطة التدريبية، لكن لعلنا نشارككم ولو موجز من هذه الأنشطة التي تساعد الحقيقة في التعرف على مهارات كتابة السيرة الذاتية. بداية خلونا نقول يعني نظرة تأمل. ما نرى الآن أمامنا هو نماذج من يعني سير ذاتية قد تكون موجودة أو معدة لأشخاص يبحثون عن فرص وظيفية. ماذا ترون الآن في هذه السيرة الذاتية؟ هذه السيرة الآن بهذا الشكل، المحتوى قد يبدو إيش؟ ودي أسمع كذا مشاركات، إحنا ما نبي يكون، ودنا يكون في تفاعل بس، حتى ما يكون الطرح من جهة واحدة. المحتوى مرتب ولا لا يا شباب؟ أو من أيضا الأخوات، المحتوى يبدو أنه مرتب. كيف تبدو لكم السيرة؟ يعني من الوهلة الأولى ومن النظرة الأولى. رؤوس أقلام أيضا، في خطوات محددة أو نقاط محددة أيضا، معلومات باختصار، رائع. أيضا بيانات شخصية، منظم. أيضا مهارات. السيرة الذاتية تعتبر من أهم الوسائل للتعريف عن الشخصية بطريقة رسمية. هذه فكرة السيرة الذاتية، يتم من خلالها رسم صورة أولية لصاحب السيرة الذاتية، هي كبطاقة تعريف رسمية لك، مجرد أن تقدمها على صاحب العمل يأخذ زي ما يقولون الفيرست امبريشن عنك، يعرفك يعني أو يعرف يعني من أنت من كتابة السيرة الذاتية أو حتى من شكل السيرة الذاتية قبل أن يطلع على المحتوى أيضا. هذه السيرة الذاتية على سبيل المثال، منها يقرر ذوي الأعمال بإجراء مقابلة طبعا مع الشخص أو لا، يعني فرصة وظيفية متاحة في مكان ما، يتقدم عليها عدد كبير من الطالبين هذه الوظيفة أو من طالبات هذه الوظيفة، لكن من يتم اختياره أو من يتم إجراء المقابلة معه أو دعوته للمقابلة الشخصية هو من يعني طبعا ما راح يعني الشخص يوظف مباشرة من السيرة الذاتية، لكن راح يجرى مقابلة مع الشخص الذي يتم اختياره بشكل صحيح من مجموعة كبيرة من السيرة الذاتية المطروحة، فلذلك هي البريدك الأول أو هي رسالتك الأولى أو هي الصورة الأولى لك أمام الشخص الذي يعني يوفر لديك هذه الوظيفة. إذن فهي المفتاح الرئيسي لأي عمل يقدم عليه الشخص، هي المفتاح الرئيسي. خلونا نقارن بين هذه السيرة الذاتية وبين هذه السيرة الذاتية. طبعا هذه السيرة الذاتية أنا ما يعني حذفت اسم الشخص من هو صاحب السيرة، لكن موجود يعني السيرة مطروحة في النت. وش تشوفون الفرق؟ ودنا نسمع مشارك سواء من الشباب أو من الطالبات أيضا. الفرق ايش الفرق بين هذه وهذه؟ تنظيم، ترتيب. هنا في تفاصيل إضافية، هنا مختصرة. أيضا الشكل الخارجي يعني يعطينا رسالة عن من هو صاحب هذه السيرة الذاتية، لكن هنا لو لاحظنا المهارات العملية، أعمل كذا وكذا، يعني كأنك تفاصيل كثيرة، يعني ليست الشركة أو المؤسسة التي ستمنح الوظيفة بحاجة لها. السيرة الذاتية
طبعا ماذا تتوقعون من هذا البرنامج او من هذا اللقاء السريع؟ خلونا نقول اختصار للوقت، من يعطينا وش نتوقع يعني نستفيد اليوم، او ليش حاضرين هنا؟ تتعلم كيف كتابه السيره، ايضا فهم معنى السيره، ما معنى السيره الذاتيه، ايضا الاستفاده من كيفيه كتابه السيره الذاتيه. رائع. طبعا احنا الان في خلونا نقول اشبه مهما تكون بامسيه حقيقه تدريبيه وليست دوره، لاننا في الدوره يعني ناخذها بشكل كبير وبتفاصيل كبيره حول موضوع السيره الذاتيه وكيفيه كتابه السيره الذاتيه. الهدف العام الحقيقه اللي نهدف له الان هو انه اكساب المشاركين او المشاركات المهارات والمعارف الاساسيه وكذلك الاتجاهات التي تمكنهم من التعرف على مهارات السيره الذاتيه. راح نتعلم بشكل سريع كيف نكتب السيره الذاتيه، ما يجب ان نكتبه في السيره الذاتيه، يعني سننبهك ايضا على بعض الاخطاء التي تكون في كتابه السيره الذاتيه حتى تتجنبها، ايضا سنتعلم سويا كيف يعني خطوات سريعه في اجراء المقابله الشخصيه، ولعله اذا ادركنا الوقت تكلمنا عن المقابله الشخصيه، لكن يبدو انه كان في اشكاليه فنيه في البدايه، فلذلك نحاول ان نوجز في المحتوى ولعلنا نقتصر حول موضوع السيره الذاتيه. نتكلم حول مهارات كتابة السيرة الذاتية. سنتعلم بعض المهارات أو المهارات أو الاتجاهات التي تمكننا من التعرف على مهارات كتابة السيرة الذاتية. كيف يتم التوظيف على أي وظيفة؟ كيف يتم؟ الخطوة الأولى كما ترون يكون هناك تعريف الوظيفة المقترحة بتوفير الوصف الوظيفي. تطرح الوظيفة بداية في سوق العمل. بعد ذلك يتم الإعلان عن الوظيفة وعن هذا الوصف الوظيفي أو هذه الوظيفة المطروحة. ثم بعد ذلك تبدأ المنظمة سواء كانت قطاع خاص، قطاع حكومي، أيا كان هذا القطاع، يعني يكون يبدأون في إيش؟ في تلقي سير المتقدمين لشغل هذه الوظيفة. بعد ذلك يتم تجميع السير الذاتية وفرزها لاختيار الأفضل. إذن هي المفتاح الأول لنا في التوظيف، هي المفتاح الأساسي في الحصول على الوظيفة. طبيعي لن يتم اختيار جميع السير الذاتية. يتم ماذا؟ دعوة أفضل المتقدمين. إذن المفتاح الأساسي وين راح يكون؟ في السيرة الذاتية. ستدعي المنظمة أفضل المتقدمين للمقابلة الشخصية، ثم بعد ذلك تجرى المقابلات الشخصية والاختبارات المناسبة. وبعد كذا يعني بعد الخطوة هذه يتم اختيار المرشح الفائز مع الاحتفاظ بعدد من المرشحين قد يكونون في قائمة الاحتياط حتى من أجري معهم المقابلة الشخصية. إذن سيرتك الذاتية من هذا السير الطويل، سيرتك الذاتية هي مفتاح الوظيفة. لذلك كانت بمحل الاهتمام أنه كيف تظهر سيرتك الذاتية للمنظمة التي تريد أن تتوظف فيها. طبعا في الوصف الوظيفي يحتوي على المهام والوظائف، أنت لابد تعرف الوظيفة المتقدم لها أنت، ما يكون فقط، أو أيضا أختي الطالب، ما يكون فقط أنه نتقدم على أي وظيفة. ما هي المسؤوليات الرئيسية الموجودة؟ وأيضا الهيكل الإداري، طرق تقييم أداء الموظف، كيف سيتم تقييمك في هذه المنظمة أو في هذه المؤسسة، الخبرة اللازمة، ماذا نحتاج لكي أعمل في هذه المؤسسة، التقنية المطلوبة للوظيفة، القدرات الشخصية المطلوبة، أيضا القدرات الإدارية المطلوبة، وكذلك ما هي ثقافة هذه المنشأة وفلسفتها في العمل. يتم بعد ذلك، هذه الخطوة طبعا مهم نتعرف ما هي الوظيفة التي أريد أن أتقدم لها. لا تقبل في أي وظيفة. طبعا بداية الوظيفة أو خلنا نقول الفريش جراجويت منكم يحاول أن يبحث عن أي وظيفة، لأنه أحيانا الوظيفة الأولى ستسوق لك لوظائف أخرى. أحيانا حصولك على وظيفة أولى ستأتيك عروض أكبر بعد أن تحصل على الوظيفة الأولى. وهذه تجارب كثير يعني من الناس اللي بعد ما تخرجوا يقول جلست يعني فترة طويلة أنا أبحث عن وظيفة، لكن مجرد أن توظفت الوظيفة الأولى وبعد كذا قدمت سيرتي الذاتية وذكرت في السيرة الذاتية أني حاليا على رأس العمل في قطاع ما،
يأتيك عروض أكبر. لذلك سيكون هناك تنازلات أحيانا في الوظيفة الأولى، لكن لا تكون التنازلات كبيرة، وهذا هو المهم عندنا. الإعلان عن الوظائف، تعلن في طبعا الوظائف زي ما تعرفون سواء في الجرائد، في الإعلانات المتاحة، المجلات، الإنترنت، المواقع وغيرها. دعونا نسأل سؤال سريع ولا حقيقة حتى يعني ندرك الوقت، ما معنى السيرة الذاتية بشكل سريع؟ ودي أسمع إجابة أو إجابتين. تفضل. هو تعريف عن الشخص المتقدم الوظيفة. رائع، تعريف عن الشخص المتقدم الوظيفة. في إجابة أخرى؟ تعريف مختصر عن الشخص، تعطي انطباع عن المتقدم. رائع، مهاراته وما لديه. هي تعريف مختصر بالمرشح يعني المتقدم على الوظيفة، وهي ملخص لإنجازاته وأيضا الإنجازات الوظيفية وأيضا الخبرات وكذلك مؤهلاته التعليمية. ماذا يجب أن تحتوي عليه السيرة الذاتية؟ وش الأشياء الأساسية اللي لابد تكون موجودة في السيرة الذاتية؟ نأخذها بشكل سريع. المعلومات الشخصية، المعلوماتك الشخصية، أيضا الرؤية والهدف. أنت ليش تبي تقدم على الوظيفة هذه؟ أو في أختي الطالبة ليش تقدمين أيضا على هذه الوظيفة؟ فيكون هناك مختصر في سطر أو سطرين اللي يسمونه الأوبجكتيف، ليش أنا بتقدم على الوظيفة؟ أيضا التعليم، المؤهلات التعليمية، ماذا لديك من شهادات وخبرات؟ كذلك بعد هذا يأتي الدورات التدريبية خارج نطاق التعليم، أيضا الخبرات العملية. طبعا بعض السير الذاتية يضعون الخبرات قبل الدورات وما في إشكال في ذلك، والإنترنت شبكة المعلومات مليئة بنماذج كثيرة من السيرة الذاتية، هناك قوالب جاهزة تستطيع فقط تعبئتها وتختار منها ما تشاء. وبعض الآن صار حتى تقديم السيرة الذاتية بشكل زي ما يسوون الإنفوغرافيك، يعني بشكل حتى احترافي ولبق، وتعطي يعني صورة أولية جميلة عن الشخص المتقدم أو طالب الوظيفة. الخبرة العملية كذلك، ما هي اللغات التي تتقنها سواء فهماً أو تحدث أو كتابة أو قراءة؟ أذكر أني مثلاً في اللغة الإنجليزية جيد في الكتابة لكن ممتاز في التحدث. وأيضاً في نقطة مهمة، الصدق في هذه المعلومات مهم جداً. أي مهارات أخرى أو هوايات؟ كذلك المعرفين أو من الأشخاص اللي يسووا لك ريكومنديشن مثلاً، سواء عملت عندهم سابقاً وأنت تتقدم لوظيفة جديدة، أو من المدرسين أو المحاضرين اللي درسوك سابقاً. المعلومات الشخصية طبعا هي الأولى، يهم أن يكون فيها الاسم، لا تضع رقم الهوية، هذا الشيء خاص فيك، أيضا يعني الأخوات أو رقم السجل المدني خاص فيك، ما يفترض أن يطلع عليه أحد. إذا طلب أو تقدمت بعد كذا الوظيفة أو قبلت ممكن تقدمه، لكن ما يفترض أن يخرج. أيضا الجنسية توضع، صندوق البريد أو البريد الإلكتروني، تاريخ الميلاد، أرقام الهاتف أو رقم الجوال، هذا يكون بداية موجود اللي هو المعلومات الشخصية. بعد كذا يكون إيش؟ الرؤية والهدف، الأوبجكتيف، أنا ليش متقدم على الوظيفة هذه؟ واذكروا بكل وضوح، يقصد بها أيضا أن تكتب رغبتك أو هدفك من الوظيفة، لماذا تقدمت على هذه الوظيفة؟ أرغب في أن أجد مثلا وظيفة في مكان يناسب قدراتي ومؤهلاتي التعليمية ويناسب طموحاتي وكذا، يعني أيضا يكون فيه رغبة في العمل وفي الطموح وفي تقديم ما لديك من مهارات. مثال اكتساب خبرة عملية في مجال دراستي مثلا. كلما كانت الرؤية قوية، وهذا مهم جدا، كلما كان ذلك أدعى للتعرف عليك وقبولك أو دعوتك للمقابلة الشخصية. بعد كذا يأتي محتوى مهم، المؤهلات العلمية، ودائما يطلب مؤهل محدد في الوظيفة. طبعا يراعى هذا الترتيب عند كتابة المؤهل، الدرجة العلمية، هل هي بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، ثانوي، whatever، يعني الكلية اللي تخرج منها، الجامعة، كذلك تاريخ التخرج مهم جدا بالشهر والسنة، يفضل طبعا في القطاعات يطلبون أحيانا، بالذات الشركات وبعض المؤسسات يطلبونه في الميلادي، المعدل التراكمي. خاصة أنا قبل أمس كان أحد الطلاب يوم في بعد المحاضرة جاني سألني إنه هل أكتب معدل، أنا معدلي سيء، جيد أو مقبول، أكتبه ولا لا في السيرة الذاتية؟ فقلت إذا جيد أو مقبول يفضل إنك ما تكتب المعدل، تكتب إنه تقديري جيد،
أنت ما كذبت، لكن برضو حتى أنت تسوق لنفسك، فمهم أن تتفنن في آلية تسويق لنفسك. المعدة إذا كان رائع وأنت تتشرف فيه اكتبه، لكن إذا رأيت أن المعدل فيه مشكلة، وأحيانا البعض منكم قد يمر في ظروف محددة أو كذا ويكون المعدل سيء، يفضل أن ما يكتب، يكتب التقدير. طبعا تبدأ بالدرجة العلمية الأحدث، يعني مثلا ما تكتب فوق بكالوريوس ثم تحت ماجستير، يفترض في الأعلى ماجستير ثم تحتها بكالوريوس على سبيل المثال، الماجستير ثم بكالوريوس. ولا تذكر الثانوية إلا إذا كان التعليم توقف عند الثانوية، فتذكر الثانوية. طبعا نشاط تدريبي سأضطر إلى تجاوزه لظرف الوقت، لكن هو النشاط أنه أحد زملائك يرغب في التقدم للوظيفة، هناك بعض المؤهلات ترتبها، كيف تكتب السنة، كيف تكتب المؤهل نفسه، هو طريقة ترتيبها صحيح. المحتوى الرابع الموجود في السيرة الذاتية الدورات التدريبية. طبعا الدورات التدريبية التي تكون خارج نطاق المؤهلات، الحاسب، اللغات، يوضع كيف يكتب اسم الشهادة ثم مدة التدريب، كم تدربت في هذه الدورة، الساعات، تاريخ الدورة بالشهر والسنة، مكان عقد الدورة، أين عقدت، وترتب الأحدث من هذه الدورات أولا. ثم بعد ذلك الخبرات، والخبرات جانب مهم أيضا. بعض الطلاب والطالبات دائما يأتي سؤال، هل أضع خبرتي في التدريب أو في الكؤاب في السيرة الذاتية؟ نعم، ضع خبرتك في الكؤاب في السيرة الذاتية. إذا ما كان عندك سؤال آخر، بعض الطلاب يأخذ العمل الجزئي اللي هو البارت تايم جوب، هل أضعه في السيرة الذاتية؟ مثلا أنت عملت في المعامل أو عملت في مكتبة الجامعة، نعم ضعه في السيرة الذاتية، يعطي انطباع للشخص الذي يعني راغب أن يوظفك، انطباع أولي عنك وعن أن لديك تجربة على الأقل وظيفية. الخبرات تبدأ، وهذا مهم، في الأحدث من هذه الخبرات. يفضل أن تحتوي الخبرة العملية على التالي: تاريخ العمل في الوظيفة، اليوم، الشهر، السنة، مكان العمل أيضا، المسمى الوظيفي، كذلك تعريف بسيط بالوظيفة التي يعني كان لديك خبرة فيها. بعض الناس يضيفون أيضا، وهذا لا بأس به، رقم مديرك السابق، يعني ممكن يعطي عنك ريكومنديشن. طبعا يفضل أن ما تضع رقم مديرك إذا كان وظيفتك السابقة علاقتك سيئة مع المدير، هذا أيضا جانب مهم، فأنت بالتالي تسوق لنفسك بشكل سيء. اللغات، وهذا جانب مهم أيضا، ما هي اللغات التي تتقنها، سواء كانت قراءة أو كتابة أو تحدثا أو فهما. المهارات، هذا جانب مهم في السيرة الذاتية، تكتب المهارات التي تتقنها أيضا. مثال أنه فليكسبل مثلا، أنه الشخص مثلا أعمل تحت الضغط أيضا، مهارة الخطابة والتحدث، مهارة القيادة، تنظيم الوقت، أيضا استخدام الحاسب، الاهتمام بالتفاصيل، وغيرها من المهارات التي تعتقد أنها موجودة في شخصيتك، لأنه سترى في المقابلة الشخصية يكتشفون هذا في شخصيتك إذا يعني وضعت شيء ليس فيها. طبعا سواء كانت المهارات هذه في غير التخصص أو في التخصص ذاته، يتم كتابة قائمة المهارات التي يتمتع بها صاحب السيرة الذاتية. الهوايات الأخرى، بعض الناس أيضا يضيف الهوايات، وهي تعطي انطباع عن شخصية المتقدم للوظيفة، قراءة، سواء رسم، فروسية، سباحة، طبعا لن تكون أحيانا محدد لوظيفتك، لكن لا بأس من ذكرها، ولكن لن تكون محدد لقبولك في الوظيفة. ما؟ طبعا هي تذكر كأنها مهارات وهوايات، وليست هي خبرات علمية، لكن تذكر بشكل بسيط، ليس مثل السيرة الذاتية اللي وريناكم في البداية يعني أنه بتفاصيل كبيرة. وفي جانب مهم جدا وعن تجربة أرى أنه مؤثر جدا في قبول الطالب الجامعي، الأنشطة. البعض يعني من الطلاب يعتقد أن الأنشطة الصفية ليست مهمة، هي مهمة يعني مثلها مثل الأنشطة الصفية. الأعمال اللي قمت بها فترة أو قمت بها فترة وجودكم في الجامعة، سواء كانت أنشطة في مقابل مادي أو غير عائد مادي، أنشطة الجامعة، الأعمال التطوعية، ليش مهمة؟ من يقول لي ليش مهمة؟ أو ليش يحتاج طالب الوظيفة؟ استعداد تطور نفسك أيضا، فعال في المجتمع أيضا. هناك مهارات لا يمكن أن تتقنها من الفصل الدراسي. كم شخص يتخرج معدل 4 من 4 ومنطوي على نفسه، وقد يكون خجول، ما يستطيع أن يتكلم أمام الآخرين، ما يستطيع أن يفاوض، ما يستطيع أن يتواصل مع الناس،
لأنه ما جرب مهارات الحياة المختلفة في الأنشطة. المهارات أيضاً أو الأنشطة تعطي إيحاء للشخص مقدم الوظيفة، تعطي إيحاء أن هذا الشخص لديه قدرة للتعامل مع الناس، لديه قدرة للتواصل، لديه جانب من القيادة أحياناً، لديه مسؤولية اجتماعية يحب أن يشاركها مع الآخرين، لديه روح العطاء، وهذه كافية لاختيار الشخص. هناك جانب أيضاً الاهتمامات والإنجازات. ربما يعني كثير من الناس يذكر اهتمامات غير مرتبطة بالعمل، لا تذكر شيء غير مرتبط بالعمل، وهذا قد يجاوب على سؤال الأخ اللي سأل قبل شوي أنه ممكن يكون تفاصيل. أذكر الأشياء اللي يعني تكون مرتبطة بوظيفتك. أيضا بعض الناس يقدم سيرة ذاتية لكل شركة، نفس السيرة الذاتية نفس النسخة أو لكل قطاع. الذكي يختار أو يعني يصنع سيرة ذاتية تتناسب مع القطاع أو المؤسسة اللي مقدم له، لأن الهدف المؤسسة يختلف عن مؤسسة أخرى. صحيح أنه هدفك أنت، لكن الاهتمامات اللي موجودة واللي يحتاجونها الشركة هذه تختلف. على سبيل المثال، إذا كنت مثلا تقدم على وظيفة محاسب مثلا، طالب من كلية إدارة الأعمال مثلا، ماذا يفيد العمل أو الجهة طالبة العمل مثلا أنك تذكر لأنك مهتم بكرة القدم مثلا في اهتماماتك؟ اذكر اهتمامات مناسبة لي. هذا طبعا مختلفة عن الهوايات والأنشطة، لكن اهتماماتك الوظيفية، اذكر الاهتمامات التي تفيد الوظيفة أو تلك التي تجذب انتباه صاحب العمل. المعرفون اللي ممكن يسوون لك ريكومنديشنز أيضا، يفضل يكون واحد أو اثنين إلى ثلاثة. لكن في نقطة مهمة، بلغ الشخص اللي بيكتب لك الريكومنديشن أو اللي ممكن يطلب، حتى ما يفاجأ فجأة تواصل معه مؤسسة وما عنده خبر. أيضا يجب أن يكون من قطاعات مختلفة، شخص درسك في الجامعة، شخص آخر في مكان أنت كان عندك خبرة فيه أو جربت فيه وظيفة، أو مثلا تدريب تعاوني مثلا أو التطبيق، شخص آخر في مكان آخر. ذكر اسمه ومنصبه، أرقام هواتفه وبريد إلكتروني، هذا يعطي أيضا أنه عندك ثقة في عملك، أني أنا أقدم نفسي واسألوا عني، يعني ممكن أشخاص يقدمون لي recommendations. يفضل ألا يكونوا من الأقارب إلا يعني في أضيق النطاق، حتى ما يعتقد أنه هناك في يعني توصية خاصة عليك. أيضا أمور يجب مراعاتها عند كتابة السيرة الذاتية، طبعا مهم جدا بأمر عليها على السريع، أن تكون الصفحات في قالب واحد، لا يكون الصفحة الأولى بألوان وخط كبير وخط صغير والصفحة الثانية بشكل آخر، لأن هي زي ما قلنا المفتاح الأول لقبولك، هي الانطباع الأول عنك، الصورة الأولية عنك. هو ما راح يشوفك لكن يشوف ورق أمامه يصفك، فهذا مهم جدا. استخدام الجداول أحيانا أو الانفوغرافيكس تسهل أيضا في أو جذب مقدم الوظيفة لك. الإيجاز أيضا المفيد في كتابة السيرة، لا تذكر تفاصيل، أنا وريتكم نموذجين في البداية. التأكد من صحة المعلومات، الاتصال، الإيميل، إذا تغير الجوال تغير الإيميل، هذا أيضا مهم جدا. ترتيب وتسلسل الأفكار، استخدام الخط العريض للعناوين حتى تتميز. أيضا اصرف وقت على كتابة سيرتك الذاتية أو أختي الطالبة كتابة سيرتك الذاتية، لأنه هي الصورة الأولى عنك. لا تجعل الصورة الأولى عنك أو المفتاح الأول لحصول الوظيفة سيء وما يعطي انطباع صحيح عنك. كيف تجعل سيرتك مؤثرة؟ مهم جدا، لأنه زي ما ذكرنا الشخص اللي مقدم الوظيفة يشوف ورق يصف فلان أو فلانة. مهم التنسيق، اجعل هناك مساحات بيضاء في الصفحة، هذا مهم جدا، يساعد على تسهيل القراءة. ما هو تخيل الشخص مقدم وظيفة ما راح يقرأ طبعا سيرة واحدة لطالب أو طالبة، بيطلع على عدد كبير من السيرة الذاتية. لذلك كن ذكي أو كوني ذكية أيضا في كتابة السيرة الذاتية، حتى تعطي انطباع بسيط وسهل ومباشر عنك، وما يكون في أيضا تفاصيل أو يعني ديتيلز كبيرة عنك، لأنه الشخص ما هو فاضي بيقرأ تفاصيل السيرة الذاتية. أيضا لا يجب، أفضل سيرة ذاتية صفحة واحدة، لكن يجب أن لا تتجاوز صفحتين بالكثير إذا كان يعني عندك عدد كبير من الدورات والخبرات وغيره. وحتى تنسيق الصفحة، لما في صفحة واحدة زي ما وريناكم في البداية أحيانا تكون كافية لكتابة إيجاز كامل عنك في كافة محتويات اللي ذكرناها التي يجب أن تكون في السيرة الذاتية. أيضا إنجازات العمل لابد تكون موجودة، وهذه مهمة. أي إنجاز، أي أورد، أي شهادة حصلت عليها يفترض أن تكون موجودة في السيرة الذاتية. المحتوى، لا تكتب عملت وذهبت، أيضا
البريزنت بي او شو اسمه اللي هو المضارع، انه لابد ان يكون وصف السيرة، ما تكون مثلا تتكلم في الماضي او في المستقبل سافعل، وتصفك انت كشخص. اذا كان طبعا وظائف سابقه عملت طبعا لابد ان يكون في الماضي، لكن وصف مهاراتك التي لديك، وصف ما لديك من هوايات وخبرات علميه، يفترض ان تكون في الزمن المضارع. حجم الحروف، طبعا بعض الناس يكون الحجم الخط صغير جدا، يفترض ان يكون الحجم ما يقل عن 10 وايضا لا يزيد عن 12، ولا باس اذا كان 14 او 16 اذا كان طبعا السيره ليست مليئه. ايضا تجنب استخدام الاحرف المائله الا في يعني احيانا العناوين تكون مثلا في البولد وتكون واضحه. الكلمات الهامه ايضا التي تصفك بشكل دقيق او الكي ووردز مهمه جدا في السيره الذاتيه. المراجع ممكن تكتبها، بعض الاسماء زي ما قلنا قبل شوي للاشخاص اللي ممكن يرجعوا لهم لكتابه ريكومنديشن عنك. نصائح سريعه نمر عليها قبل الختام في كتابه السيره الذاتيه. الله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. لا تكتب شيء لا يمثلك، ايضا لا تكتب شيء لا يمثلك او لا يمثلك اخي الطالب. يجب عليك ان تلتزم الدقه والامانه حتى يعني ان توفق في وظيفه ان شاء الله وتكون مباركه لك. يراعى يكون تنسيق الورقه مميز، لا تزيد عدد الصفحات زي ما ذكرنا عن صفحتين A4، ما تجيب A5 او صغيره، عفوا A5 او A3 كبيره، فيكون حجم مناسب. السيرة الذاتية تكون موجهة للوظيفة التي تقدم عليها أنت، في كل وظيفة قد يكون أو بعض المؤسسات تكون لها نفس السيرة الذاتية، لكن قطاع آخر يختلف هدفك فيه، تختلف الاهتمامات في هذا القطاع، فتكون السيرة تتناسب مع هذه الاهتمامات. نهاية السيرة قدم فقرة بسيطة تشرح لصاحب العمل لماذا يجب عليه اختيارك، ليش لازم يختارك أنت بالذات من عدد كبير من المتقدمين، وظيفة متقدم لها 2000 شخص ومطلوب شخص واحد، لماذا يجب أن يختارك أنت؟ فسوق لنفسك أو سوق لنفسك بشكل جيد، وكيف يمكن أن تنجح أو كيف يكون دورك بارز في إنجاح هذه الوظيفة. اكتب، استخدم طبعا اكتب وتجنب، استخدم نموذج بسيط، تاريخ الميلاد، استخدم أحد البرامج الحاسب، لا تكون السيرة الذاتية بخط اليد، ونماذج موجودة كثيرة في الإنترنت، كن محدد، صفحة واحدة قدر الإمكان، رقم الفاكس أو وسيلة التواصل معك، يمكن إضافة صورتك الرقمية، ولو أننا يعني ما ننصح حقيقة كثيرا، وكثير يعني من الناس يرون أنه يفترض أنه ما تضع صورة ذاتية أفضل، لأنه بعض الناس كذا قد يأخذ انطباع من خلنا نقول من الفيس يعني ويمكن يكون انطباع خاطئ، يعتقد أن الشخص عصبي أو الشخص كذا وأنت ما لست كذلك. أرقام هواتفك، تجنب التضخيم والمبالغة، تجنب المعدل التراكمي، لا تكتبها بخط اليد، الأخطاء الإملائية، الخط المائل، اكتب أيضا استخدم الورق الأبيض، صندوق البريد أو البريد الإلكتروني، تجنب الاختصارات غير المفهومة، اختصار مثلا شهادة معينة أنت أخذتها، تكتب له ATD، وما يدري وش ATD، اكتب له A stand for what، والتي والدي وكذلك. صندوق بريد المعرفين كذلك، لا تغالي في ذكر معرفتك باللغات الأخرى، اللغة الإنجليزية أنا أتحدث فيها بمستواي ضعيف، متوسط، ممتاز، الكتابة كيف؟ اذكرها بشكل صحيح وبكل صدق. لا تمتدح نفسك أثناء كتابة السيرة الذاتية، الناس لا يتقبلون المدح. اذكر من أنت، هذه النقطة مهمة. أيضا الجمل النمطية، طبعا يختارون السيرة الذاتية بناء القطاعات بناء على تطابق تأهيل المرشح مع التأهيل المطلوب، الخبرة، الانطباع العام من خلال قراءة السيرة الذاتية، أي شيء غامض في السيرة الذاتية ستسأل عنه في المقابلة أيضا. طبعا لن نتكلم عن المقابلة، فيها كلام كثير وهي جسرك إلى الوظيفة، لكن طبعا اللغة الجسدية في المقابلة، أنواع الأسئلة اللي ممكن توجه لك، لكن لعل إن شاء الله يكون هناك فرصة في دورة أخرى نقدمها، وش ممكن يوجه لك من الأسئلة، الأسئلة النمطية التي تأتي لك وكيف يمكن أن تستجيب لها وتكون يعني مستعد لها، مهارات أحيانا السائل يحاول أن يتلمسها ويقيسها من خلال حديثك، هذه جوانب مهمة، لكن لعل يكون هناك فرصة أخرى، أو يمكنكم اللي يعني من أراد الحصول عليها ممكن أن تواصل أيضا على الإيميل، فممكن لعله يزيدكم زودكم فيها. الإجابات المرتبة والمهنية، لا تنسى من خلال المقابلة تسأل عن الشركة ومن يقابلك، هناك عدة أمور فيها. الشركات والمؤسسات تبحث عن الموظف المثالي وله مواصفات
الموظف المثالي كما تراه الشركات والمؤسسات. طبعا التميز في كتابة السيرة الذاتية سأتجاوز لضيق الوقت. أختم بقصة. أحد الشباب أرسل سيرته الذاتية إلى 2000 من شركات الأدوية طالبا العمل، لكنه لم يقبل في أي منها. تخيلوا 2000 قطاع يعني تقدم له بسيرة ذاتية، رفضته 2000 شركة التي كان أرسل لها السيرة الذاتية، لكن في النهاية تلقى عرض عمل ممن تتوقعون، وهي قصة يعني مشهورة، من مكتب البريد نفسه اللي جالس يقدم من خلاله السيرة الذاتية. ليش؟ رأوا فيه وجدوه شخص نشط منظم مستمر في إرسال كل هذه الخطابات بإصرار ومثابرة، استبشروا خيرا بأنه سيكون موظف نشيط لديهم فاستمر دائما. طريق التميز ليس مستحيل، أنت بحاجة أن تعرف أيضا كيف تصل وأن تسير على الطريق مهما كانت المسافات بعيدة، عليك الاستمرار، ومن يسعى بصدق خلف هدفه تسانده كل الظروف للوصول إلى هذا الهدف. سأتجاوز يعني كثير من المحتوى الذي عديته، لكن هو أيضا من محتوى آخر في دورة حول موضوع هندسة التميز، كيف يتميز الطالب في دراسته وفي وظيفته وفي حياته أيضا، لكن لعله إن شاء الله نطرح دورة وتعلن في الجامعة عن موضوع هندسة التميز. سأتجاوز ذلك ولعلنا نختم بوصايا التميز الشخصي أو الوظيفي. كن مختلفاً ولا تخف، ليكن في صندوقك أدوات مختلفة عن الباقين، ضع في سيرتك الذاتية أشياء تميزك عن غيرك وهذه مهمة. التدريب التعاوني مهم جداً وأثره في التوظيف، اختر القطاع المناسب الذي ترى أنه سيؤهلك للوظيفة، حتى لو لم تعمل في هذا القطاع اختر بيئة عمل مناسبة. ستتعلم أشياء في بيئة التدريب لن تتعلمها في الفصول الدراسية. اختيار الوظيفة أيضا يكون برسالة وهدف، وذكرنا لكم الوظيفة الأولى ستكون مفتاحك لوظائف كثيرة إن شاء الله تعالى. استعن بالله وكن أيضا متخصصا ومتميزا وذا عمق ونفس طويل لإحداث الأثر، لا تكترث بمن حولك. بعض الناس يعني هي فقاعات أحيانا حولك، لكن أنت اجعل من نفسك مميزا. فقاعات اليوم ستنتهي غدا وزمام التميز ستملكه أنت. سأتجاوز لحظات التعلم، شاكرا لكم واعذروني على هذا الإيجاز حقيقة لضيق الوقت، ولذا أجعل هناك فرصة لمن بعدنا في الورش إذا في أي سؤال من حول كتابة السيرة الذاتية أو حول المحتوى الذي ذكرنا أو من الفيميل سايد من جانب الأخوات أيضا إذا في سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذي أنا بس حبيت أسألك عن العمل التطوعي، يكتب كخبرة عملية أو مشاركات؟ العمل التطوعي أيا كان، سواء كان كأنشطة تطوعية شاركت بها فتذكر أني شاركت مثلا في حملة كذا وكذا أو في فعالية كذا وكذا، أو قد يكون مثلا عملتي في نادي العمل التطوعي مثلا في الكلية أو في أي نشاط في الكلية يذكر أيضا النشاط اللي عملتي فيه، سواء إذا كان مثلا خبرة عمل مثلا اشرفتي على لجنة داخل الكلية مثلا في جانب مثلا او تحت النادي في العمل مثلا، خلينا نقول اللجنه العلميه مثلا في النادي، او نائبه مثلا رئيسه النادي مثلا، تذكرين انك نائبه رئيسه النادي، او اشرفتي على برنامج محدد انه مثلا كنت مشرفه في برنامج كذا وكذا، او زاولتي انشطه محدده، لكن مهم ان يصل رساله الى الشخص مقدم الوظيفه انك شاركتي على الاقل في اعمال تطوعيه او انشطه تطوعيه، لان ستعطي انطباعات. هم ما يريدون انك يعني فقط ما يريدين أسماء هذه الأنشطة، قد يكون ما تهمهم، لكن يهمهم أن يعني لديك القدرة الكاملة على التواصل، العطاء وروح العطاء. طيب، وإبداع العمل التطوعي متاح للخريجين أو بس للطلاب داخل الجامعة؟ الأنشطة الطلابية بشكل عام كما في اللائحة، في لائحة وزارة التعليم متاحة للطلاب والطالبات 2 بعد التخرج، هذا كما هو موجود في اللائحة يعني مذكور. يمكن أيضاً الطلاب خريجين وخريجات الاستفادة من أنشطة الجامعة إلى 2 بعد التخرج، وأظن أن هذا حسب ما أذكر من اللائحة، ما أدري إذا تعدل شيء فيها، لكن أنه 2 بعد التخرج فيمكن الاستفادة من الأنشطة أيضاً حتى لو بعد سنوات التخرج. أيضاً هذه رسالة للطلاب والطالبات، بعض الأنشطة تقدم حتى للمجتمع فيمكنك الانخراط فيها أيضاً، مثلا في إدارة العمل التطوعي نقدم أنشطة وفعاليات أيضا للمجتمع ممكن يشارك فيها حتى غير الخريجين، حتى غير طلاب وطالبات الجامعة. شكرا.
لأنه أنا كنت رئيسة نادي الحاسب، فأنا حابة أرجع للنادي، في إمكانية أو؟ اي طبعا من خلال التواصل مع نفس الكليه، اذا كنت في فرع الطالبات مع وكيله الكليه ومشرفه، في كل حنا كليه لدينا مشرف نادي عمل تطوعي من اعضاء التدريس، ومشرفه نادي عمل تطوعي من عضوات هيئه التدريس، ورئيس للنادي من الطلاب او من الطالبات، فيمكن التواصل مع مشرفه النادي في الكليه او مع عميد وكيله الكليه ايضا. حياك. اي سؤال شباب؟ السلام عليكم. السلام. في بس ارفع ايدك حتى اشوفك بس. ايه تفضل. ذكرت الاهتمام بمظهر السيره الذاتيه. نعم. طرحت مثال السيره الذاتيه من فيها صرف تفصيل ذات القدر، نعم. ممكن تكون اهم كمشروع، يعني يكون مؤهل اقوى ومعدل اعلى على نفس المدير اللي يكتب لك السيره الذاتيه. صح. صحيح. فالشركات اي سيره؟ الشركات هذا النقطة، لذلك لا تظلم نفسك في كتابة السيرة الذاتية وإعدادها. قد يكون لديك من المؤهلات من هو أفضل من الشخص اللي كذا مسوي، خلي يقول كذا أشياء ترفية وشكليات يعني، لكنه أحيانا تظلم نفسك في شكل السيرة الذاتية. بعض القطاعات يمكن عندهم وقت أنهم يقرون يعني التفاصيل هذه، لكن بعض القطاعات لديهم مئات أو أحيانا آلاف من المتقدمين، فما عندهم وقت أنهم يقرون جميع هذه التفاصيل. اي نعم، مفترض القطاع يختارك انت لان محتواك افضل او مؤهلاتك افضل، هذا المفترض طبعا. طبعا اذا ما دخل هناك اي عوامل اخرى يعتمد على المؤسسه نفسها والقطاع مقدم الوظيفه. ناخذ سؤال اخير اذا في سؤال من الاخوه او من الاخوات. طيب بس اسمع السؤال من الاخ هنا وبعدين نرجع للاخوات، تفضل. السلام عليكم. يعطيك العافية على المحاضرة. السؤال بالنسبة للتطبيقات العملية والمحاضرات العملية أثناء الدراسة، هل تحسب داخل السيرة الذاتية؟ كيف التطبيقات العملية؟ يعني مثلا أنا عندي مختبر، ساعات مختبر، هل أكتبها داخل؟ طبعا انت لما تقدم اذا هي الساعات موجوده في المحتوى اللي هو السجل الدراسي، مفترض انه يطلع عليها اصلا، يعني ما تكون موجوده. لكن مثلا لو انت مثلا قدمت عمل جزئي او شيء اضافي في المختبر، او مثلا عملت على مشروع او بروجكت، ممكن يذكر يفرد يعني لحاله في السيره الذاتيه. وهذا مهم ايضا، يعني رساله الحقيقه وعن تجربه، يعني كثير من الطلاب لا يهتم في موضوع البروجكت. لما تعمل في قطاع معين في شركة بالذات في التدريب التعاوني، احرص أن تعمل على بروجكت أو مشروع، لأنه سيطورك كثيرا. إذا الشركة وقطاع ضعيف اللي عملت يعني للأسف مثلا، أو يعني جاء هكذا، احرص أنت أن تعمل ولو بنفسك على مشروع محدد تعرضه في النهاية في البرزنتيشن، يكون استفدت منه خبرات كثيرة وتعلمت منه. فمهم جدا أن تعمل على مشروع في فترة تدريبك. السؤال الأخير من الأخوات، تفضلي. مو أربع أسئلة. لو سمحت أبي أسأل عن مقابلة يجيك بالتليفون، وش البروسيس اللي أدري إنه أقدر أتبع إذا صرت نتكلم مع الشخص بالتواصل مقابلة معي؟ المقابلة عن التليفون، البروسيس الإيش؟ المقابلة تصير عن طريق التليفون، مو فيس تو فيس. طبعا هنا مهم فيها، طبعا تختلف عن مقابلة الفيس تو فيس. أنا قبل شوي مرينا سريع على المقابلة، ما عرضت لكم المحتوى، لأن المحتوى حول مهارة كتابة السيرة الذاتية هو اللي ركزنا عليه لضيق الوقت. لكن المقابلة لها تقنيات مختلفة طبعا، إذا كان يختلف عن فيس تو فيس، لأنه الانطباع الأول سيأتي عن طريق الصوت، انخفاض الصوت وارتفاع الصوت، التفاصيل المهمة، التركيز على الأشياء الأساسية في المهارات والمؤهلات التي لديك، الخبرات التي عندك. طبعا ستأتي أسئلة، ليش أنت تقدمتي على هذه الوظيفة؟ ليش تتوقعين أنه راح نقبلك؟ ليش تتوقعين انك انت الشخص المفترض انه مناسب لهذه الوظيفه؟ فتكون لديك اجابه وترى. يعني هذا الكلام للاخوه والاخوات، المحتوى في النت مليء جدا في حول موضوع المقابله الشخصيه، اقراوا واطلعوا عليه حتى لو ما اخذتوه في دوره. الاسئله الشائعه اللي ممكن ان تسال، فيكون لديك اسئله حاضره. لا تقول شيء مثلا انا يعني أو تتردد في إجابة معينة. الشيء اللي تعرفه ممكن تقول أنا عندي خبرة في هذا المجال، الشيء اللي ما أعرفه تقول أنا شغوف أني أتعلم هذا الشيء. أيضا لغة الطموح مهمة أيضا في المقابلة الشخصية، لغة التعلم، حب التعلم. الناس يهتمون الشخص زي ما يقولون eager to learn، يعني أنه مثلا شغوف أيضا بالتعلم. السلام عليكم. السلام.
لو سمحت الحين بنقطة الخبرات، لازم يتطلب إني أجيب شهادة خبرة أو إنه أكتب يعني بس إني كثرة التطبيق طبقت المهام بس ما أعطوني شهادة خبرة؟ طبعا توضع في السيره الذاتيه. قبل شوي مرينا على نقطه اللي هو ادراج الوثائق اللي تصدق المحتوى في المحتوى السيره الذاتيه. احيانا بعض الشركات او القطاعات تطلب السيره الذاتيه فقط، ما يطلبون اللي هو ادراج الشهادات او كذا، لما يشوفونك الشخص المناسب او يشوفونك انت انك المناسبه لهذه الوظيفه فيتواصلون معك بيطلبون منك الدوكيومنتس. فهذه ايضا نقطه، لانه احيانا ما هم فاضيين بياخذون كل الدوكيومنتس بيجمعون ملفات يعني الناس. فالسيره الذاتيه هي الرساله الاولى، لكن القطاع لابد انه قطاع عملته وتاخذ منه شهاده خبره او توصيه. السلام عليكم. السلام. الحين سمحت الشهادات الغير منهجيه اللي تكون مثل شهاده الحضور تعتبر يعني خبره ولازم ابرزها عند الوظيفه ولا لا؟ هي ما تعتبر كخبرة شهادة حضور مثلا، هي تعتبر كنشاط زاولتيه مثلا أو دورة حضرتيها، فممكن تدرج ضمن الدورات. الدورات الغير متعلقة بالتخصص فممكن تدرج ضمنها أيضا. يعني تعتبر أنه يعني حضونها أنه يعني ممكن يكون عندي مقابل الأشياء هذه أو يعني كخبرة؟ إيه نعم، تدرج طبعا ما هو كخبرة، هي شهادة حضور، فتعتبر كدورة كأمسية حضرتيها كورشة عمل يعني عدد ساعات معينة توصلت إليك معلومات فيها عن موضوع محدد، لكنها ليست خبرة بمعنى خبرة مزاولة، فتوضع في موضوع أو في خانة الدورات الغير متعلقة، في سواء هي متعلقة في تخصص أو غير متعلقة توضع ضمن الدورات. تعتبر يعني توضع بعين الاعتبار ولا كيف يعني؟ طبعا يطلع عليه بعين، تأخذ بعين الاعتبار، يعني انه حضور دوره معينه او ورشه عمل في موضوع محدد. يعني ابرز الشهادات اللي انا اخذتهم حتى لو كانت يعني مهم جدا. احنا ذكرنا جانب اللي هو الدورات المهنيه تذكر جميعا، في شورت كورسز وفي السيرتيفيكتس اللي هو الشهادات اللي انا حصلت عليها، شهادات اني مرخص او معتمد في شيء معين، هذا ايضا توضع. الأوردز اللي حصلت عليها أيضا توضع أيضا، حتى لو كانت غير منهجية يعني، حتى لو كانت ما لها علاقة بالتخصص توضع ضمن الشورت كورسز الدورات اللي أخذتها. شكرا. عفوا. السلام عليكم دكتور، أخذ سؤال معلش. ناخذ آخر سؤال عشان ضيق الوقت، تفضلي. يعطيك العافية على هذه المحاضرة، استفدنا كثير وأتمنى أن الوقت يكون أطول. عندي سؤال واحد وهو بالنسبة للمجال الصحي، احنا الصيف يكون عندنا تدريب صيفي، هل يعتبر هذا ضمن الخبرات؟ يعني مثلا اخذنا تدريب صيفي لمدة شهرين او شهر، هل ممكن اضعه في مهم جدا اختي، مهم جدا وضع التدريب التعاوني التدريب الصيفي، يعني كطلاب مثلا فريش جراجويت ما عندك خبره، لابد تضع شيء انك يعني تطبيق مثلا الكواب التدريب الصيفي لابد يوضع في خانه الخبرات، لابد سنه الامتياز بعد برضه يذكر، حتى سنه الامتياز لابد يذكر حتى تعرف انه شخص حصل على الخبره في مجال فلاني او تدرب لمده سنه محدده او سنه امتياز مع المواصفات اللي ذكرناها، اسم الشركه او اسم القطاع اللي عملت فيه، تاريخ الخبره من تاريخ كذا الى تاريخ كذا. طيب البحوث الغير منشوره نت ببلشد بروجكت، اضعها بعد ولا لازم؟ طبعا جانب الريسيرش احنا ما تطرقنا له في المحتوى لكنه مهم جدا بالذات يعني في القطاعات اللي تهتم في جانب الريسيرش، القطاعات العلميه والاكاديميه مهتم، يعني مهم وضع يعني جانب الريسيرش، اذا كان مثلا في ريسيرش منشوره في جيرنالز مثلا في مؤتمرات معينه توضع الريسيرش وموضوعه ايضا وتاريخ النشر ايضا، او حتى لو كان مش يعني ثيسس، حتى لو كان ورقه علميه ايضا توضع ايضا. طيب اذا بالنسبه للدورات، لو كانت الدوره يوم واحد فقط هل اضعها في خانه الدورات؟ لو كانت ساعه واحده فقط توضع، يعني اي دوره حصل عليها الشخص وعنده دوكيومنتس يعني يوثق انه حضر الدوره هذه توضع في الشورت كورسز، لكن احيانا شخص يقول انا عندي 40 دوره و50 دوره ما اقدر، انتم تقولوا لي صفحه وصفحتين، ضع الدورات اللي تهم الوظيفه اللي انت متقدم عليها ايضا، أهم الدورات وأبرز الدورات، لكن إذا كانت الدورات قليلة توضع كلها. يعطيكم العافية الجميع وأشكر لكم حقيقة تحت الفرصة لي وللمنظمين.